السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج البلندر برنامج قوي جدا، تقدر تقارنه بسير دي ماكس والمايا، وبيعمل خدع سينمائية وحاجة قوية جدا، ومثل إن هو أوبن سورس ومجاني، فإن شاء الله تستمتع جدا بالشغل على البرنامج دوت. مفيش كراك، مفيش أي حاجة خالص. طيب دلوقتي مثلا هو الصندوق دوت أو البوكس دوت، تقدر تقول أنا عايز أعمل موف أو عايز أعمل روتيت، تقدر تلف براحتك، تقدر تعمل سكيل، هتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. لو عايز تكرر العنصر دوت هتقول له شيفت مع دي، هتلاقي بيتنسخ زي ما انت شايف اهو. تقدر تعمل نسخ كتير، تقدر تعمل سيلكت اول وتلغي كله، او تعمل سيلكت من هنا على الحاجات اللي انت عايزها بالشكل دوت وتقول له ديليت. طيب لو عايز اضيف اي حاجه هقول له شيفت ايه، تطلع لي القائمه دي، اقدر اضيف مش غير سيرف زي ما انا عايز. تقدر تقول مثلا عايز اضيف المونكي بالشكل دوت اهو، هتلاقيه اتضاف عندي هنا. تقدر تشوفه، تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف العناصر ديت، ايه العناصر اللي انا عايز اخفيها وايه العناصر اللي انا عايز اظهرها بالشكل دوت. هنا تقدر تقول له مثلا في النافيجيت دوت، الاكتف تولز، الاكتف اوبجكت، تقدر تتحكم في العناصر اللي بتظهر معاك. هتلاقي هنا ده بيجيب لي جريد الفلور، تظهر تخفي، يعني تغير السكيل بتاعه زي ما انت شايف، تظهر الاكسات، تقدر لو في صور تخفيها وتظهرها، السايز بتاع اللايت وهكذا. هنا هتلاقي بقى العناصر اللي هي الاكس راي، تقدر تشوف الاكس راي بالشكل دوت، تقدر تشوف الحاجة على هيئة وير فريم بالشكل دوت. الشيدنج تقدر تشوف العناصر معمول لها زي فيو بوينت شيدنج، ولو جيت هنا تلاقي في اختيارات موجوده للشيدنج بحيث ان تظهر الاضاءه او تظهر تغير شكل الحاجه اللي انت عايزها، خليها بشكل دوت وتعدل الخصائص بتاعت الباك جراوند وهكذا. تقدر تقول مثلا عايز هنا بشكل دوت شيدنج، تقدر يصير لك بقى اللايتنج، يصير لك الفلات. طيب انا عايز في مثلا راندوم للالوان اللي موجوده، فهاجي اعمل سيلكت، عايز اكرر العنصر، فهدوس شيفت دي عشان العنصر، شيفت دي هيبدا ينقل لي العناصر بالشكل دوت. طبعا لما اكون على العنصر اثناء ما انا بريد بيبقى اسهل، زي ما انت شايف في اختلافات. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايزهم كلهم نفس الماتيريال، الاوبجكت الفيرتكس حسب الماتيريال، طبعا احنا ما حددناش ماتيريال فلذلك كلهم ظاهرين زي بعض. راندوم هيبدا يجيب لك الالوان مختلفة، الباك جراوند هتختار شكل الباك جراوند اللي انت عايزها، وطبعا لو انت بتعمل رندر فانت ممكن تيجي هنا تختار محرك الرندر زي ما انت عايز بالشكل دوت. طبعا هو بيبدأ يعمل رندر، وتقدر توقف الرندر لو حابب او تسيبه يكمل رندر للصورة اللي انت عاملها. تلاحظ فيه لو باش كده ان هو لسه شغال في الرندر. طبعا تختار بقى اني الديفايس بتاعك، سي بي يو ولا جي بي يو كومبيوت وهكذا.